السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أشرف، في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو ترانزيستور مزولت الزيت 44. هنا لقيت درين السوس، هنا باتري يعني بطارية 9 فولت 9 فولت، بليز ديال البطارية غيمشي اللامب المصباح 9 فولت، ومن هنا درين غنشد مع هاد البولة هادي، والموه ديال البطاريه نيجاتيف غيمشي للسورس. ولقيت ونحط يعني الا حطيتي يدك هنا لقيت او حطيتها هنا غتشعل البوله. هو مدار غنعاود عاوتاني، لان السورس غيمشي للموه ديال الباتري، نيجاتيف ديال الباتري، بليز ديال الباتري غيمشي مع بليز ديال لا لامب يعني 9 فولت، ومن هنا مع الدرين غيخرج الخيط غيمشي للبوله 9 فولت. والليد يعني لا ما هنايا غتحط على الجيت. الوقت انا اللي غنحط يدي هنايا او هنا غتشعل البوله. فهم هذا دونك، هذا هو يعني هنا عندنا ترانزيستور الموزفلت لومب يعني 9 فولت وباتري 9 فولت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.